يعد حي أرات كيلو في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا من أقدم وأعرق أحياء المدينة، إذ يختزل هذا الحي الكثير من تاريخ البلاد وإرثها الثقافي والإنساني لغناه بالكثير من المعالم المختلفة التي تجذب الزوار المحليين والأجانب. مراسلنا في أديس أبابا جابر منصور جال في حي أرات كيلو ليقدم لنا صورة عنه. في ساحة ارتبطت بتحرر أثيوبيا من الاحتلال الإيطالي الذي استمر 5 سنوات في الفترة ما بين عامي 1936 و1941، يشمخ نصب ميجابيت لإحياء ذكرى تحرير أديس أبابا متوجا بمسلة أسد يهوذا وساعة تكشف موعد تحرير العاصمة في منطقة أرات كيلو، منطقة ترتبط بأحياء بياسا، ماجرانيا وسدس كيلو، والطريق المؤدي إلى ميدان الصليب وسط العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. بدأت الحياة في منطقة أرات كيلو في شكل مجمع. بنى الإمبراطور مينيليك القصر الحكومي وأصبح فيما بعد مقراً للحكومة الوطنية. ثم بنيت كنيسة سان جورج وتلتهما محطة المركبات العامة. هذه بداية نشأة هذه المنطقة التي تميزت بالكنائس كما كانت منطلقاً لثورات الطلاب في ستينيات القرن الماضي. يطلق على هذا المكان ريبا كانتو، وتعني أن صراخك غير ذي جدوى، وقصة الاسم تعود إلى امرأة حاولت عبور المكان لتكون فريسة سهلة أمام اللصوص دون أن يبالي أحد من السكان بصراخها. لكن المكان تحول الآن إلى أكثر المناطق أماناً في العاصمة بعد أن أصبح مقراً للمباني والمؤسسات الحكومية. كان من الصعب العبور من هذا المكان بعد الساعة 6 مساء. من سبقونا أخبرونا بطرق النهب والضرب والسرقات التي كانت تتم هنا. ينهبون ما لديك ويدخلون الغابة، ومهما كانت استغاثاتك فلن تنجو. كان ذلك يتم وسط النساء والفتيات، وحتى الأقوياء من الرجال يتم ضربهم وأخذ ما يملكون. في المنطقة المجاورة يوجد متحف التاريخ الطبيعي الذي يضم مجموعة من هياكل الكائنات والآثار القديمة، وفي الشارع المجاور لكنيسة مريم يرتفع قصر الكنيسة الأثيوبية، وعلى مسافة غير بعيدة يوجد المتحف الوطني، فضلا عن حديقة الحيوان التي أنشئت عام 1965 على بعد أمتار من ميدان ميجابيت. أرات كيلو. في هذه المنطقة توجد وزارة التربية والتعليم والنصب التذكاري للشهداء الذي بني بعد عودة الإمبراطور هيلا سيلاسي من المنفى، وبالقرب من هنا أيضا توجد كنيسة قدست مريم التي عدت منذ عهد الإمبراطور ديرا للرهبان، حيث يوجد نصب الكنيسة الأرثوذكسية، وتشهد المنطقة الآن توسعا وعمرانا جديدا. تعد منطقة أرات كيلو من أكثر الأماكن استنارة بالعلوم باعتبار أنها تحوي مراكز العلم والمعرفة، خاصة مكتبة أبرهوت التي تتسع لعدد كبير من الطلاب والباحثين في مختلف العلوم، إضافة إلى جامعة أديس أبابا التي تخرج فيها أغلب القادة والحكام والقضاء والفنانين وكبار الساسة في أثيوبيا. لا يمكننا الحديث عن أرات كيلو من دون التطرق إلى سدس كيلو، فالمنطقة كلها تشتهر بالنصب التذكاري، فضلا عن المؤسسات التعليمية خاصة جامعة أديس أبابا الموزعة كلياتها هنا وهناك. في هذه المنطقة كان قصر هيلا سيلاسي، ولكنه لاحقا منحه للجامعة حيث لم يرق له البقاء بعد محاولات الإطاحة الفاشلة بحكمه والصراعة السياسية حينها. أرات كيلو سجل حافل بتاريخ أديس أبابا ماضيها وحاضرها، لكونها أكثر الأماكن استنارة بالعلم والمعرفة، وهنا ستجد المقاهي تتمدد على طول الطرقات وعرضها، حيث يجد الرواد متكئا ومجلسا للسمر وهم يرتشفون القهوة.
هذه كاتدرائية هيلا سلاسي ذات المعمار الفريد، وضعت حجر الأساس لها زودي ابنة الإمبراطور هيلا سلاسي عام 1928، وهي أعلى كاتدرائية أرثوذكسية في أديس أبابا وثاني أهم مكان للعبادة في أثيوبيا بعد كنيسة السيدة مريم في أكسوم، وكان العمل قد توقف فيها فترة أثناء الاحتلال الإيطالي. جاءت فكرة بناء هذه الكنيسة على خلفية تنصيب هيلا سلاسي إمبراطورا، وخلال عام واحد بدأ هيلا سلاسي البناء على نفقته الخاصة. سكان أديس أبابا أعجبوا بالبناء. هنا دفن الإمبراطور هيلا سلاسي الأول وقرينته الإمبراطورة منينين أسفاو في الجناح الشمالي للكاتدرائية، كما دفن أعضاء آخرون من العائلة الإمبراطورية في سرداب أسفل الكنيسة. هذه الكنيسة من الكنائس القديمة في إثيوبيا، وتحت أرضيتها تدفن عائلات الأسر المالكة، ولكن الآن أصبح الأمر صعبا، وبذلك تمت الاستعاضة عنها باستخدام الساحة الخارجية للكنيسة حيث يدفن هنا المشاهير. طبعا هذا يتوقف على ما قدمه الشخص لوطنه، سواء كان حاكما أو سياسيا شهيرا أو فنانا، خاصة الذين ماتوا في فترة حكم منغستو هيلي مريم. كاتدرائية هيلا سلاسي هي أيضاً المقر الرسمي لأبرشية أديس أبابا، وفيها يتم تنصيب بطارقة كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الأثيوبية ودفن المشاهير والرؤساء والحكام. هنا دفن ملة الزناوي رئيس وزراء أثيوبيا الأسبق، وهو الذي شهدت البلاد في عهده نقلة تنموية كبيرة، كما دفن في المكان أعلام في تاريخ البلاد. في هذه الكاتدرائية نجد كبار الشخصيات والمشاهير منذ الاحتلال الإيطالي الأول للبلاد عام 1925، ودفن أيضا البريطاني ريتشارد بانكرز ووالدته لدورهما في كتابة التاريخ الحقيقي لإثيوبيا. كل الأباطرة الكبار دفنوا في هذه الساحة باستثناء البطريرك الأول والثاني، وحتى البطريرك الذي كان منفيا في الولايات المتحدة بسبب خلاف سياسي في فترة حكم النظام السابق في إثيوبيا مدفون هنا. ومن الطبيعي أن تجد في المكان اهتماماً كبيراً بالكتب على الممرات والطرقات، حيث أن وسائل المعرفة المرتبطة بالتاريخ والسياحة والفنون منتشرة عبر المتاحف ومراكز العلوم والتداول الشفاهي لتاريخ وحضارة لم يعرف بعد الكثير عنها. هنا عدد كبير من الأنشطة وأماكن التنزه، حيث يمكنك رؤية المتحف الوطني الذي أنشئ في سبعينيات القرن الماضي ثم توسع لاحقاً، كما توجد فيه روفات لوسي الإنسان الأفريقي الأول، وبذلك أصبح المكان مشهوراً وقبلة للزوار الذين يقصدون إثيوبيا للسياحة والبحث عن التاريخ. كل ما تريد شراءه أو رؤيته قد تجده في هذا الحي العريق الذي يتميز بالطرق الواسعة التي تتخللها الأشجار والخضرة على مد البصر. رحلة في مكان صغير ولكنه يحمل ملامح العاصمة أديس أبابا وحضارة وتاريخ بلاد الحبشة. جابر منصور، سكاي نيوز عربية، أديس أبابا.